السلام عليكم ايتما ذي السماء، مرحبا بكم ديال القناة تيفي نادور وتشكاري غير الاخواني جان داخل وخارج ارض الوطن. ايتما ذي السماء اتعاود غعاود فيديويا يوذاني نواجل بالاشتراك يا قوم قاقي غوند فوتو ماني جيت لانه يزقوغين كليكي تخسي جوما خمي خاش خد كليكين اذا مدين داثرة ثال جارسة خمي اذا مدغين داثرة ثال جارسة عبزت خوني حذقني يعني ونيس نشقع لان غطس تيماثين غطس يعني غطسن تمغارين غطسن عايزن تبع النانغ ولكن واسين بوذ قل لي اشترك يعني تعجيب اس القناة اس حسن لان القناة المتواضعة الحمد لله ربدت تويد يعني الخبورة في سبحان يشنان وربدا خسن بيستا كما دي اسمع ما مشتوالي الحمد لله بالنسبة السكان مليلية نخطو جار مليلية سواء رخوضات سواء تيحونة سواء سحابي سرمان يعني الحمد لله حاليا التجارة أمو يعني ما مشتوالي السكان مليلية تبارك الله بس حدي فغني ظنان نغلى فغند العداد وتقريبا فغد شنوار في دفغن طونو بينا تغيظ النظوة اهتا ينهارا اهتا يعني نهارني رمي فغن يعني في فرق النهار يدي فرق العدد ولكن شن السور خيني يتقن كومبرا يعني الحمد لله يعني الخوضة في الخوض تمنزة تبارك الله يوضع تحت سواقان بالنسبة يعني بالنسبة بلينصار المارشين بلينصار يعني سلمان بلينصار يعني الحمد لله الخو يعني توقع يعني ذين شوت يعني التجارة طاوش شوت يعني كما عرفنا أخوتي أخواتي بالنسبة السكان المليلية تقريبا خرجوا شي ألف شي ألف سيارة اللي يخرجوا يعني ما بين البارح واليوم يعني باش يشوفوا العائلة ديالهم ويتقدوا يعني واش يشريوا الخضرة ويشريوا الحوت يعني بالنسبة يعني التجار ديال بنصار دابا الحمد لله راه كيترجعوا للحياة الطبيعية يعني دابا كيدير شوية التجارة مشي وجي الحمد لله بالنسبة السكان المليلية يعني توحشوا الخبز ديال يعني ديال المغرب راه رخيص يعني 250 فرانك يعني 5 دولار كما كنقولوا حنايا 5 دولار 250 فرانك كيشري جوج باكيتات في مليليه كتسوى اورو كتسوى اورو واحد الخبزة كتسوى اورو راه صعيب لان السكان ديال مليليه في واحد الحاله كاينين يعني كاينين الناس اللي خدامين تبارك الله ولكن كاينين الناس اللي ما فحالهمش ايتما دي السماء ما مش نزرة تبارك الله يعني جلي استقبل ضم قران بالنسبة غروم يعني غروم يتادف يعني غاملي لي يسرمان يعني الحمد لله يعني بالنسبة التجار يعني البرنسال الحمد لله وتجي من غيني بنام الحمد لله لان الشين بالنسبة يعني التجار برنسال توخد من اكس حال ملي ليا وخصت السلمى يتما دي السماء قواد بوي مزيغ نوها نير اني سوال تعرفت فوها هادي تفغن داني تغابر انسان حتى يروميا يعني حتى يروميا تفغن داني تحت الانصار حتى نصارى يعني حتى نصارى ديال ملي ليا كيخرجوا هنايا باش يتقداو يتقداو السلعه او يتقداو الكوزينه ديالهم باش يشريو يعني من هنايا من المغرب باش يدخلوها الى مليليه دابا الحمد لله راه يعني راه دابا كتراجع الحياه كما كان ولكن المشكل كبير وكبير كبير كبير في مليليه يعني التجار مليليه الحوانه ديال مليليه هما اللي كيعانيو ومازال كيعانيو تقريبا هذه سنتين ونصف كيعانيو ولحد الان كيعانيو واحد المعاناه يرثى لها لنسبه التجاره كما عرفنا المغرب يعني ممنوع بالنسبة يعني المغرب دار واحد القانون أو واحد إجراءات ممنوع على السلعة التهريب تخرج هنايا البلينصار يعني رسميا بالنسبة التهريب ما غاديش يرجع هنايا يعني ما غاديش يرجع كما كان يعني غايت ما دي اسمها ما مش نتولى لأن التجار المليلية تعانن مازال عاد قتعانن لحد الان سجن معاناه التجاره التجاره والو ونيني حاليا مازال عاد ويعزي منشا بسبب ماذا لان التهريب المعيشي لم يعد ابدا يعني التهريب يعني التلبندو غادي تعقب شقع نهائيا قد هذا المشكل يكون ضازمن وحتى
حتى دي حوني جاندين تيم قرانين دي نختو حنانهم قرانين وتكنت بالتجاره لان قني غوم السبب غاس الاسعار ديال النظام قران قني غوم مغروم يتغاز ديني 20 دورو اورو ثاني تغيتك 5 دورو اثنين اثنين 5 دورو مزيدهم بقى يجي الفرق كبير بين المغرب واسبانيا اي تما دي سمعت مني ان شاء الله هذا غدعمم هذا غدعمم سجل لايك فضلا وليس امرا باش نستمر ذي القناه المتواضعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.